السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة مطبخ بيتي. نتمنى أن فيديو اليوم يلقى الجميع في أحسن الأحوال والظروف، واللي تيشاهد القناة لأول مرة كنقول له اشترك عندي في القناة بتفعيل الجرس باش توصل كل جديد، وتخلي لايك وتعليق. ان شاء الله اليوم اقدم لكم طريقه بسرعه كلاس منزلي بمكونات سهله اقتصادي تيجي لذيذ. ندوزو لديك المقادير اللي تحتاجو. عندي نصف لتر حليب، علبه كريم شانتي فاني، تقدروا تستعملوا ناموس او الكلاس. عندي واحد باكية ماروخة قطعتها طريفات صغار، جوج دانات كغاميل، وواحد فلون كغاميل. ندوزو لطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. خويب لاموس ديالنا او علبه كريم شونتي في الاناء عشان نخلطوا الكلاص ديالنا. سنضيفوا ليها سترة الحليب. الحليب يستحسن انه يكون بارد، تقدروا تحطوا حتى في المجمد، حيت كل ما كان بارد كيسهل لنا نطلعوا الكلاص ديالنا بسرعه. ندوز دابا نطلعهم الشكل ديالو. بعد ما طلعناه غنزيد نطلعو بعد ما نضيف دانيت ديال الكراميل. غنضيف عليه جوج علب ديال دانيت كراميل. هذا تقدروا تستغناو عليه ماشي بالضروري، غير انا حيت عندي داكشي علاش غنستعملو. نعاود نخلط الكل. من بعد ما ضفت الكريمه ديالنا دانيت ديال الكراميل وواحد فلون كراميل، الان غنضيف عليه ماروخة اللي قطعتها طريفات صغار. ونحاول نخلط لكل جنب.
الشكل اللي كتحصلوا ليه. من بعد ما ضفت الشوكولات غلفت المول اللي عند خل الفريكو غلفته بواحد البلاستيكة. بعد دوس نخوي الكلاص في هذا المول. نحاول نقادو نخليه ليلة كاملة في المجمد ونرجع لكم من بعد ما يوجد لي الكلاص في الشكل النهائي ديالو. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام في الشكل النهائي ديال الكلاص من بعد ما وضعته في المجمد ليلة كاملة. هذا هو الشكل ديالو كيف كتشوفوا. زوقته بنوغا ديال اللوز والشوكولات حبيبات ديال الكوكيز، وزوقته بواحد دانات كغامل كيف كتشوفوا في الصورة. تزيين تيبقى اختياري على حسب الذوق وعلى حسب المتوفر. كنتمنى تجربوا، ولا جربتوا كونوا اكيدين انه يولي هو المعتمد عندكم، لانه كيجي رخيص وزوين كبحال اللي كيتباع في المحلات. والى اللقاء في فيديو قريب ان شاء الله.